المحاسبة. انا هقطع حديثك، انا الجمعية العمومية دي انسى. ليه بقى؟ انسى. ليه بقى؟ انسى الجمعية العمومية مش زي الاول. كان زمان بيتضرب مثل بالجمعيات العمومية بتاعة اتحاد الكورة والاندية. يعني على ايام حضرتك بمنتهى الامانة كده الجمعية العمومية ما كانتش بتتظبط برضه؟ مفيش يا ابني، ده مرة واحدة، مرة واحدة احنا كنا قاعدين في بيت واحد ومجتمع مع خمس ستة من وجه القبلي عشان بنعمل حاجات معينة. فالراجل ده كان رئيس النادي، ده رئيس نادي درجة ثالثة او رابعة، ضرير، وجايب ابنه صغير طفل بتعجز عليه يعني، وجي قاعدين في قاعدة كده. فانا ده طفل زي يعني، انا لما الاقي طفل مع واحد يعني بتبقى حركة يعني كده، تدي له مثلا 50 جنيه 50 قرش اي حاجة، اي حاجة تعملها. فطلعت الراجل، والراجل حس اداني درس في الاخلاق، اداني درس في الاخلاق. الجمعيات العمومية تغيرت، الجمعيات العمومية منتهى منتهى السوء. ليه؟ لان اللي بيجي يمثله في الجمعية العمومية مش رؤساء الاندية. رئيس النادي بيبقى ابن ناس، راجل عينه مليانة، ابن عمدة، ابن وزير، ابن مش عارف ايه، كان وزير سابق، كان من الاعيان، من الاعيان، يخاف على اسمه. لكن انت بيبعت مندوب يقول لك يروح المندوب. المندوب ده كارثة، ده كارثة الكرة المندوبين. وللأسف ساعة ما مسكت رئيس قانون الرياضة حطيت في القانون انه يجب على الرئيس انه يحضر المندوب في الجمعية العمومية هو الرئيس. هتلاقي البهوات غيروها، البهوات اللي في وزارة الشباب والرياضة تلاقوا غيروا المادة دي. المقصود منها ان انا اجيب واحد عينه مليان يقول رأيه صريح، لكن ابعت المندوب، المندوب ده قد يكون بواب النادي، قد يكون اي واحد غلبان، اخد بالك؟ فممكن التأثير عليه. كتبتها في القانون وحياتك هتلاقيها اتشالت من القانون. يعني الجمعية العمومية مسؤولة، مسؤولية كبيرة اولا واخيرا، والجمعية العمومية عمرها ما تتصلح. عمرها ما تتصلح. يعني هنفضل في اللي احنا فيه ده؟ المادة دي في القانون يبقى اقول يعني يبقى وزارة الشباب عمل